السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح موضوع اليوم وهو من المواضيع الأساسية في اللغة الإنجليزية، وهو إضافة الاس أو الاي اس إلى الأسماء لتصبح جمع في اللغة الإنجليزية، وهو الأسماء في حالة المفرد والجمع. إليكم الشرح التالي: Nouns الأسماء singular and plural المفرد والجمع. الحالة الأولى نضيف فقط اس للأسماء المعدودة لتصبح جمع، مثل كلمة face face وجه، faces وجوه، أضفنا هنا S فقط للاسم. hand يد، hands أيدي أو يدين، ضفنا فقط S. إذن الحالة الأولى نضيف فقط S للاسم ليتحول من المفرد إلى الجمع، مثل كلمة face faces، hand hands، هذه نضيف فقط S لهذه الأسماء، أو مثل هذه الأسماء نضيف فقط S. الحالة الثانية نضيف ES للأسماء التي تنتهي ب S X C H S H، هذه الأسماء نضيف لها ES، مثل bus معناها حافلة، buses bus buses حافلة حافلات، أضفنا هنا ES لأن الاسم انتهى بالحرف S. glass انتهى بالأحرف double S نضيف ES. glasses glass زجاج glasses. box صندوق boxes صناديق، هنا انتهى بالاكس اضفنا له اي اس حتى يصبح جمع. اذا الحاله الثانيه اذا انتهى الاسم ب اس او دبل اس او سي اتش او اس اتش نضيف لهذه الاسماء دبل اس، مثل bus buses glass glasses box boxes. الحالة الثالثة نقلب الواي إلى آي ونضيف إي إس، مثل سيتي سيتيز، هذا حرف الواي قبل حرف صحيح، نقلب حرف الواي ونضيف إي إس، سيتي سيتيز مدينة مدن. بيبي بيبيز بيبي طفل، بيبيز أطفال، هنا قلبنا الواي إلى آي وأضفنا إي إس. إذن الحالة الثالثة إذا انتهى الاسم بالحرف واي وقبل حرف صحيح واحد، نقلب الحرف الواي إلى آي ونضيف إي إس، مثل سيتي سيتيز، بيبي بيبيز. الحالات الأخرى الأسماء الغير قياسية لا تخضع إلى هذه القواعد، مثل child children طفل أطفال، هذه نحفظها كما هي لا تخضع إلى قاعدة معينة. foot feet هنا دبل أو غيرناها إلى دبل إي، foot قدم feet أقدام. knife معناها سكين knives، هنا قلبنا الاف الى في واضفنا اي اس، مثل هذه نايف ووايف، نقلب الاف الى في ونضيف اي اس، هذه تخضع الى قاعده معينه، اذا انتهت اف اي نقلب الاف الى في ونضيف اي اس. مان رجل، من رجال. بيرسون شخص، بيبل ناس، هنا هذه الاسم sheep sheep تبقى نفسها، هذه للمفرد والجمع، sheep معناها خروف والجمع لهذه الاسم، اذا هذه مفرد وجمع او الجمع يبقى نفسه sheep. tooth سن teeth اسنان، هذه مثل foot قلبنا الدبل او الى دبل اي في حالة الجمع. هذه wife زوجة wives زوجات، هذه الكلمة مثل knife نفس القاعدة. women امرأة، women معناها نساء او جمع امرأة، ويوجد قاعدة مثلا كلمة knife نقلب الاف الى في ونضيف es knives، wife wives، هنا تم ادراجها في القائمة الاخيرة ولكنها تخضع الى قاعدة معينة، وبقية الاسماء لا تخضع الى قاعدة معينة، مثل كلمة child children، man men، women women، tooth teeth، foot feet، person people. وتبقى أسماء نفسها مثل كلمة fish سمكة، وfish معناها أسماك، وكلمة sheep معناها خروف، وأيضا الجمع نفس الكلمة sheep. كان هذا شرح موضوع nouns الأسماء singular and plurals الأسماء في حالة المفرد والجمع.